دوزو ان شاء الله لا تارت ديال الكاكي، يعني هذه الفاكهه العظيمه اللي عندها عندها بزاف المنافع، ولكن وليداتنا ولا حتى حنا تنتحربوا منها، يعني قليل اللي تيبغي داك المذاق ديالها. درت بها واحد لا تارت، يعني فريمون ما جاش ديك اللوغو باين. عندنا في العجين 110 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، عندنا صفر بيضة، وعندنا قليطة الملحة، و 225 غرام ديال الطحين. إذا راه دابا العيالات كلهم تبارك الله ولاو يعرفوا كيفاش يخدموا العجين ديال لي طاق، الزبدة مع السكر كلاصي مع قليطة الملحة غير في بيعتنا، وندخلوا عليها صفر بيضة ونجمعوا بداك العجين ونديروها في بلاستيكات ترتاح في الثلاجة، من بعد نخرجوها ونلبسوها في لي مول. انا درتهم فرديين صغار، يعني بغات ديروهم في مول كبير ماشي مشكل. غادي ندوزو يعني هذا العجين هذا غادي نلبسوه في المول ونديروه في الثلاجة او نخليوه على جنب، ما غاديش يطيب. غادي ندوزو نديرو واحد الحشو اللي عندنا، ناخدو كاكية وحدة غادي نقشروها ونقطعوها طريفات صغار ونديروها في شي مقيلة مع معلقة صغيرة ديال الزبدة، جوج معالق كبار ديال سنيده، وغنخليهم حتى يدبل داك الكاكي ويتعسل، وغادي نزيد معاه معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشمش جاري، وغادي نخليوه يبرد. غادي نخويه في شي زلافه ولا في شي حاجه ونخليه يبرد. غادي ناخذ واحد الاناء اخر 140 غرام ديال سنيده، غادي نزيد عليها 70 غرام ديال اللوز بالقشره مطحون، 70 غرام ديال الكركاع كذلك مطحون، وبيضه واصفر بيضه وفاني. ملي غنخلط هاد العناصر هادو غنزيد عليهم داك الكاكي اللي عسلت وبرد. غناخد ليمول ديالي وغادي نعمرهم بهاد الخليط هذا وندخلهم الفران من با واحد 10 دقائق ولا 8 دقائق، يعني غير نشوف داك الكريمه ديالي شدات راسها، غنخرجو وما باقي ما كملوش الطياب. انا ناخذ الكاكي وغادي نقطعو انصاف بالقشره ديالو، ونزين لاطار ديالي ونرش اللوز ايفيلي ونردها طيب، وملي تخرج غادي ندهنها بالنطاج ونزوقها باش ما بغيت. تبارك الله عليك شيفنا، الله يعطيك الصحه، صراحه مميزه جدا.